الإيمان سلاحه الأكبر لرد الخوف. ثلاث محاولات اغتيال كبرى تعرض لها عدا المتفرقات، جابها بالإيمان. يعشق الحق، العدالة، الأصول والخطابة، قلق على وطنه وعلى مسيحيي وطنه والشرق، كقلقه على المسجد الأقصى. سياسي عريق، عنيد، ثابت وجردي يعتز بذلك، ما بيتأخر عن الموعد، حيث كنا بالانتظار. شو قصة دولة الرئيس إلي الفرزلي مع الحياة؟ قصة إنسان عادي. عنوان الرئيسي في مسيرتي كلها هو الطموح. هذا الأمر الذي قد يكون عامل سلبي وقد يكون عامل إيجابي. عامل سلبي إذا أسأتي استعماله، إذا أسأتي التوجه فيه، إذا حملت نفسك أكثر ما لازم، وإذا ما استثمرت الوقت، وإذا ما قدرت تعملت التوقيت المناسب للركض وراء هذا الطموح، فأنا برأيي من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مررت بتجارب كتير فشلت فيها، مررت بتجارب كتير نجحت فيها. كل كانت عندما أنجح بيكون مأخوذ بعين الاعتبار الصبر، الروية، حسن التدبير، وعدم الإقدام على أي خطوة تلبس لبوس ردة الفعل على الأمور، خصوصا بالحقل السياسي. بالحقل السياسي وقت تتصرفي بالكيدية، تتصرفي بردة فعل، وتكون العواطف هي اللي عم تحركك، الخسارة حتما. وعندما تتصرفين على قاعدة وضوح بالرؤية، تحديد الهدف المرحلي والهدف البعيد المدى، تدرسي خطواتك وتخلي ما تخلي طموحك ياكلك، تاكلي انت الطموح، ساتى النصر دائما والنجاح بيكون حليفك. فهي قصتي كلها حياة منذ ان وطئت قدماي الارض حتى يومنا. وإلي الصغير شو بيذكر دولته عن هالفترة؟ انا ابن بيت كان لابسه العلم. انا جدي دكتور اسمه الدكتور ملحم فرزلي، هو دكتور خريج رش ميديكال يونيفرسيتي للطب عام 1901 من شيكاغو. تخرج طبيب، اجى على لبنان حامل ثقافة ديمقراطية وثقافة واسعة الى جانب اختصاصه، واجت الحرب العالمية الاولى. هذا الامر خلاه يعني يتسرجل ويخدوه بكل أصقاع الأرض، يشتتوه وشنطته عائلته اللي كانوا هني أربع أولاد. شكيب المهندس أصبح فيما بعد أديب، اللي محامي ونائب، ونائب رئيس مجلس النواب في المجلس الاستقلالي الأول، واللي استمر على مدى ثلاث أربع عقود، وحسيب الحكيم، ونجيب اللي هو والدي المحامي، وسلمى بنته اللي توفت بكير. هاي العائلة تسرقلت، تشتتت بكل أصقاع الأرض، وأبوي عمره 3 سنين زدته ببلغاريا الأتراك في ذلك الحين. طيب رجعوا وشاءت الظروف، يرجعوا ورجعت اجتمعت العائلة. تزوج جدي من السيدة عطية الحج ابنة الياس أفندي الحج الذي كان له دورا قياديا ومركزيا في منطقة البقاع الغربي، وصار بيتنا بجوب جنين بعد ما كانوا أهلي ولدوا بالقرعون ولعبوا دور وطني وعربي وقيادي في المنطقة. لبس لباسا تحرريا من الاستعمار، عيداي كان فيني صراع دائما مستمر في ذلك الحين مع الانتداب الفرنسي. جدي كان أمين سر مؤتمر الوحدة العربية الأول الذي انعقد في الشام. جدي كان دكتور ملحم فرزدي هو عضو داعي أساسي لمؤتمر الساحل الذي انعقد في 28 حزيران سنة 26، والذي رفض نتائج اتفاقية سايكس بيكو على لبنان، والذي من نتائجها كانت أن الفرنسيين عاقبوهم، وظل الحال على هذا المنوال، صراع صراع صراع، حتى عام 43
في المجلس الاستقلالي الأول، حيث انتخب عمي أديب الفرزي نائب في مجلس الأمي اللبناني، ودخلنا بالمعترك السياسي. والمعترك السياسي كمان أستطيع أن أقول بكل هيك راحة ضمير إنه هذه العائلة، هذا البيت كان دائما يقف إلى جانب المظلومين، يقف دائما ضد كل سياسي إقطاعي، يقف دائما كل عمل من شأنه يعني لا يلبس لبوسا تحرريا وفي نتئة الكرامة ورفعة الرأس قدر الإمكان. طبعا طبعا بهالأجواء إذن نشأ إلي الفرزلي، لكن من الأساس كان الهم السياسي شاغله إله بالذات. طبعا أبوي بده يبعدني عن الجو السياسي، ضغط علي لأعمل طبيب، عملت أنا بكالوريا اسم تاني علمي في الانترناشونال كوليدج ببيروت، ورحت على الأيوبي الأمريكان يونيفرسيتي ببيروت الجامعة الأمريكية لأعمل طبيب. ضغط علي، كنت والد صغير بعدني، والدي بده إني أعمل طبيب أولا مثل جدي، تاني اللي يبعدني عن جو السياسي لأنه كان عنده طموح وعرفين أنه مصيرنا بالسياسي، كان عنده طموح يبعدني عنه ليبعدني عن الجو العلمي، وكان يصفه بأنه الجو الحضاري. أنا حقيقة عملت سنتين طب، سوفمرو جونيور بريميديكس بالأيوبي، بس إجت الجانب العملي بالطب، يعني طلقة الفارة تحطيها بالفورمال دهايد HCOH تعد تشرحي، تركته فلت. سجلت محاماة لأنه هو محامي أبوي وعمي، وأنه المحاماة وسيلة من وسائل الخطاب، وسيلة من وسائل المرافعة، كنت انبسط بهالقصة. عملت محاماة، وبلو يا بس عملت محاماة، بعد كنت بعني ما سجلت بالنقابة خلاني اترافع بجناية قتل بظروف مشبوهة تتعلق بقضية عرض، كان ديرجي وقت أنه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وفت بالمحاماة اشت الحرب الأهلية بلوفة. وما كان دخول العالم السياسي الواسع والخطر بدون ثمن. أنا تعرضت هيك لحوادث مؤسفة الحقيقة، أتمنى أن لا تنعاد، حيث أنه تعرضت لثلاث محاولات كبيرة جدا، منها تفجير سيدة النجاة، كنيسة سيدة النجاة في زحلي، بكمية كبيرة من المتفجرات في الغرفة اللي كنت فيها أنا والمطران حداد والبعض. تعرضت لي محاولة هيك أخرى بالأسانسور، تعرضت لمحاولة تلتي صدفة هيديك عن طريق سيارة مفخخة، ولكن والحمد لله العناية الإلهية شاءت أن تحول بيننا وبين رؤية وجه الله تعالى، وبالتالي مشينا وانتخبت أنا نائب على أثره، عينت نائب بالوحدة 91، ثم انتخبت ب92 نائب، وأثره دغري نائب رئيس مجلس نواب، ربحت انتخابات 92 96 2000، ظليت 2005 نائب ونائب رئيس مجلس نواب على مدى 15 سنة، وشاءت ظروف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والخطة اللي صارت والتطورات حالت بيننا وبين المجلس النيابي، ولكن هذا لن يحول بيننا وبين النضال من أجل تعميم الثقافة التي نؤمن بها، واللي هي ثقافة وحدة البلد، عروبة البلد، الأمر اليوم التي نعيش نقيضه لسوء الحال، بلد مشتت مشرذم، كيانات مذهبية، كيانات طائفية، بلد معرض لشتى أنواع التدخلات، وهذا أمر نأمل إلى تقويم الإعوجاج فيه. العمل السياسي بين القدرية والاختيار الحر كيف كان؟ أنه كان دائما عندي طموح، واليوم أنا بعمل نقد ذاتي لحالي وبقول كنت أملك من الطاقة لكي أبلغ مراحل متقدمة أكثر، ولكن قد أكون أخطأت في مفاصل معينة، حملت ردات فعلي قويت على فعلي وعلى التخطيط، وإلا كنت قادر أكون بمواقع متقدمة أكثر بكثير.
مش كتير راضي دولته عن أداء الكثير من سياسيي اليوم. كترة الولدنة مستوى الشخصيات على مستوى العمل السياسي صاروا مراهقين، يعني ما بتحسي فيه هالعمق والجدية، لك أنت كمواطني تشعري بطمأنينة بتسليم شؤونك وشجونك لهم. لسوء الحظ هيك يعني صافة، يعني حفلة وداود النبي بيقول ويل لمدينة مليكها ولد، يعني تأثير وشحار. لذلك لسوء الحظ هذا واقع لبنان، هذا واقع لبنان لسوء الحظ. لم يدمر لبنان والفكرة اللبنانية وثقافة لبنان الواحد. لبنان المنبر في العروبة، في الدين، في الإسلام، في اللغة، في الحرف، في كل القيم والمعايير، كما دمر لبنان منذ عام 2005 حتى اليوم. كيف الخلاص برأي دولة الرئيس إلي الفرزلي من يعطي الأمان للناس؟ لسوء الحظ، لسوء الحظ المعايير والقيم التي طالما كانت هي في لبنان الأساس ضربت. نأمل أنه المعايير الجديدة، الحضارة الحديثة اللي تسللت للحياة اللبنانية، أن توقف تفعل فعلة في تزوير تاريخ لبنان وحاضر لبنان ومستقبل لبنان. نحن ننظر بي 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 بشكر كبير، نحن بنشكر بقوة الخليج مثلا، لأنه هذا الخليج كان له دور برزق أهلنا، كان له دور باقتصاد بلادنا، كان له دور باعتبار اللبناني الأكثر رعاية بكنفه. نحن نؤمن سواء في كل دول الخليج دون استثناء، وبشكل خاص اليوم في دولة الإمارات العزيزة وبدبي وغير دبي وبأبوظبي، ولكن نأمل، وهذا الكلام طبعا مش لدبي ولا لدولة الإمارات لأنه ما إلها عليها، نأمل أن لا يكون المال أصبح الوسيلة الوحيدة لصناعة المعايير والقيم في وطننا لبنان. كل حديث يمكن أن يطرح على دولته لابد من أن يجبل بالسياسة. ملاحظتك بحل 100% صحيح، وأنا هيدي دفو، يعني هذا خطأ معني لسوء الحظ، لأنه لم يكن عندي حياة أو طفولة أو شباب حتى خارج إطار السياسة. دولة الرئيس إلي الفرزلي لوين كان ممكن تاخده هواياته؟ حقيقة هوايات كمان ما كان عندي، سوى قصة أخطأ في مرحلة معينة انكبيت جدا على قراءة التاريخ والثقافة التاريخية. اثنين، انكبيت على الاهتمام بتاريخ الأديان وخصوصا الدين الإسلامي، سواء على مستوى تاريخه أو على مستوى الدين، قرآنا كريما وحديثا وتاريخ الشخصيات الإسلامية. انكبيت مثلا على تاريخ الإمبراطورية الرومانية، خصوصا اللي ألف جيبون بكتاب رايز أند فول أوف ذا رومان إمباير. انكبيت فترات طويلة يعني، بعدين تأثير الجزء من اللوحات يعني تقريبا. بعدين انكبيت على بحب السينما، فلومة الأكشن بحبها كتير، فلومة يعني يعني أنا أوقات ببقى قاعد بزبط لوحدي بالليل 10:30 بحضر سينما، ببقى متشوق لرؤية السينما. انكبيت مثلا أنا أدبا وشعرا، بحب الشعر، بحب الأدب، ما قدرت اشتغلت على حالي كتير بالموضوع، مع أنه عندي قدرة أصنع، ركب أبيات، أصنع شعر كذا، ولكن طبعا يتخلل أخطاء كتير بحاجة إلى تصليح دائما، سواء على مستوى الوزن أو على مستوى الكلمات. في المحاماة تخصص إلي الفرزلي محامي جنايات، ليه؟ إلي العميل محامي مدني، عود بمكتبك اكتب لوائح اللي هي أهم وأكثر علما، ما بقبل بلتز بقصة الجنايات لأنه في المرافعة،
والخطاب ساعات لتحليل هذا الملف الجزائي أو الجنائي في محاولة لإقناع القضاة ببراءة المتهم حتى لو كان يمكن عامل الجريمة. هذا الفن كنت أنا مولع فيه، مولع ولا حقيقي ولا لسوء الحظ. يعني إيش الحوادث والحروب الأهلية والمتكررة والمتتابعة اللي لحقت بعضها بلبنان أشغلتني عن الإتقان، أنه كنت أعتقد أنه أملك من الطاقة اللي بتخليني أتقن بصورة استثنائية هذا الأمر. أمام هذه المثالية لابد من خيبة، كيف تعالج؟ بتصفي الهزيمة جزء من حياتك، كيف كيف بتتعودي على الأمور، كيف فراق الحبيبة بتتألمي بالأول ومع الوقت بتتعودي عليه، مش هيك؟ هيك كذلك هذا النوع من الحب. برأي الأستاذ إلي الفرزلي، متى يعجز السياسي؟ عندما ينوجد بمناخ موازين القوى فيه لا تسمح له بفي تأكيد ذاته. وقت يكون بيلعب اللعبة على الساحة السياسية بصرف النظر عن دوره كان كبير أو صغير، بيبقى في حالة حركة. عم بحكي عن السياسي الفعلي، مش عن نائب طلع موظف بكنف هذا أو ذاك، مستولد بحضن هذا الزعيم أو ذاك. عم بحكي عن رجل سياسي حقيقي، مش أنه سياسي أنه نائب أو وزير تكنوقراط أو بحكي. وقت وجد بظل عنده طموح معين، محق أو محق موضوع تاني أو غير محق موضوع تاني، بده يبلغ وبيبلش يلعب اللعبة على أساس. بتجي موازين القوى بتضربه، بتستلم له سقف، بلاقي حاله استسلم، بلاقي حاله عاجز، يتذكر أنه عاجز، يتذكر لأنه وقت يكون طالع طلعته أو بيلاقي أبشق الطريق بينسى أنه بالنهاية هناك سقف. بلحظة الانفجار الكبير شو بيشعر المستهدف بالقتل؟ بالضعف؟ بالخوف؟ لا، حقيقة وقت طلع الانفجار الكبير ونحن بالأوضة اللي طلع فيها الانفجار أنا اتضرر وجهي كتير وعيني طارت، ما غبت عن الوعي سوى تكات. يعني بتحسي كأنه في عملية تفحيم لراسك، كأنه في كهرباء، يعني ما بتسمعي شيء إطلاقا وقت تكوني بقلب الانفجار، وصرت تحت الردم لهم. يعني الحقيقة تستغربي إذا قلت لك خلص بتعرفي حالك أنه بقيتي طيبة، فهيدي بحد ذاتها تلغي أي مشاعر أخرى. أيوة، بتعيشي لبكة الخلاص من الـ الهرج والمرج اللي بيصير، بس ثاقبت وقتها انه حولناها نكتي. يعني انه اثناء هذا وقت انفتحت المطرانية سقفة، السماء صافي، النجوم مبينة، القمر مبين، فالمطران لانه كان في مطران بالغرفة والمطران أدري حداد رئيس الكنيسة مطران زحلي والفرزل وزحلي وتوابعهما، بيطلع هيك بيقول يا الله صرنا بالسماء، هيك بصورة بتعرفي مطران عفوي. قلت له لا سيدنا ما قبلوناش فوق بعدنا أرضي. فتصوري انه بقى يعني وعتمي وناس وشباب عم بيدعسوا علينا فاتوا، يعني شغلي منظر بقى الله لا يعيده يعني على حدا. لذلك كان تحول سئبة، تحول لكتي في ذلك الحين، ولكن طبعا
شغلي غير غير محبب يعني. صحيح صحيح. جولة بسيطة في بعض بيت دولة الرئيس إلي الفرزلي. هيدي من إيطاليا. القصة لها علاقة بالحضارة الرومانية. الحقيقة أنا معجب بالحضارة الرومانية. بس يعني في شيء متواضع كتير هذا. بس إنه أنا يعني أعتبر الحضارة الرومانية هي أهم ما أنتجته البشرية. أم الحضارات. بس هلأ يعني مسألة الحضارة التكنولوجية الجديدة ما بعرف لو بدها تودي لذلك. مش قادر أعطي رأي مسبق مع أنه حضارة عظيمة ومهمة جدا. بالرسم أنا مع احترامي بحب الرسم الكلاسيكي العادي. ما بقدر الرسم التجريدي. عرفتي كيف؟ ما كنت أقدر أتعايش معه، ما كنت أقدر أفهمه، مع أنه هذا مأخذ علي البعض ما بقدر. ولكن الرسم العادي، الصورة العادية المفهومة هي التي تشدني، تجذبني إليها يعني. عرفتي علي كيف؟ بنبسط فيها. هيدي بيت السياسي مش بشكله ولا بأثاثه ولا بتفاصيله، البيت بقلبه المفتوح. والله أنا ما بعرف حقيقة، أنا ما بيعني لي. بقول لك بصراحة البيت؟ إيه البيت إنه كشكل ما بيعني لي. أنا هذا مربى ببيتنا وثقافي ببيتنا، وهذا شيء معروف. أنا نقعدتيني بكوخ ونقعدتيني بقصر، نفس الشيء يعني لي. وما بشعر إطلاقا إنه عندي مشكلة باستقبال ملك أو رئيس أو إنسان عادي مثلي ببيتي إطلاقا، إذا كان البيت بيتا فقيرا. البيت الحقيقي هو جوهرك، هو شو أنتي، شو قادرة تعطي، وأخلاقك. بيقولوا بيت بصحابه بتضيع. طبعا بيت بصحابه طبعا، ولا يعني لي إطلاقا. لسوء الحظ الحضارة المادية صارت أم تعطي للشكل كتير. لذلك بتلاقي هالناس انتقاما من الفقر بتروح بتعمل مصاري برا، بترجع بتبني عمارات ضخمة. قد يكون فيها ذوق وقد لا يكون فيها ذوق، ولكن بالنهاية أبي ركزوا على الظاهر. بس طبعا إن شاء الله الأجيال الجديدة بالعلم بالفهم بالكذا بترجع بتقيد تقويم الإعوجاج في المعايير والقيم الذي طرأ على على الثقافة في 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 لبنان. كان يعني أنا شخصيا روح يزوري شخصيات كبيرة بصوامع دين. طيب فيها قوة وسلطة قد كل قصور الأرض مجتمعة. السيد المسيح شو كان عنده؟ وين القصر كان قاعد فيه؟ الرسول العربي وين كان القصر قاعد فيه؟ لذلك هاي كلها ظواهر، مظاهر، مظاهر. شو قصة هالأيقونات؟ شو بتقول من هالمكان بالذات؟ هذه لا علاقة لها بها. أنا مع أنه هذه الأيقونات عملت حروب بالتاريخ حول ضرورة الأيقونة أو عدمها، ضرورة التسييد بالصور أو عدم الصور. هذه عملت حروب بالتاريخ. إنما هيدي فقط تذكير. يعني انت وماشي هون بس تطلع على هون بأن على بالك ما تحمل مذاكرة، ما تحمل. هيدا نوع من التذكير فقط. ولكن عمل جبار فني قاموا فيه رجال كبار ورهبان قعدوا بهالأديرة مئات السنوات على مر العصور، وانتشوا الحضارة الهائلة بالفن واستمرت الى وبعدهم لحد هلا العالم كله بيتوارث الايقونات كابر عن كابر، وبتلاقي في تجاره بالعالم. مثل هاي صوره مار جوليوس، بيقولوا عند المسلمين الخضر الذي يمسك السيف الرمح ويقتل التنين
لكي يحمي الأميرة. هيدي قديمة كتير، هاي الصورة كتير كتير جدا، وهيديك أقل قدما، واللي حتى صورة القيامة رمزية القيامة يوم الحشر فوق. في ناس بتقول إن شاء الله يكون يوم الحشر قريب لنرتاح بقى من كل هالهموم وبعض الوجوه وبعض المواقف، شو رأيك بهالقول؟ إن شاء الله يكون القريب هو تحرير المسجد الأقصى، تحرير جامع الإسراء والمعراج، تحرير جامع المحشر والمنشر حيث سيقيم الله ميزان العدل فيه من يد الصهاينة، من يد الإذلال أن تلحق بها الشعب هذا وبها الأمة في الأعمال اليومية التي تمارس بحق المسجد الأقصى وبالحفريات. الأنفاق 68-70 نفق صار تحته، ما بتعرف هي الساعة بيعبي حقيقة. هذا هو اليوم الحقيقي الذي يجب، وإلا كل الناس رايحين إذا أصروا بهذه المهمة رايحين إلى عكس ما يتمنون. شرفة بيته مطلة واسعة واستراتيجية، يعني تلقط من برمانة ليك. هلأ في خطايطة تلقط من أوتيل البستان من برمانة من فوق، ايه على جوني على البحر، وبالتالي بترجع بتمرن وتروح لورا البيت على المطار وعلى بيروت كلها تحديدا. يعني أهمية هالموقع هو هالنظارة هاي حقيقة، إن شاء الله تستمر. وبالنسبة إلي أنا كابن البقاع المنطقة الشرقية ما فيك تعيش بلا مدى، ايه وبعدين قريبة إلي، يعني هذا أفضل منطقة، هاي المنطقة نص ساعة بتكوني بشتورة تطلعي تنزلي. يعني نحن بنختار ولاد البقاع هاي المنطقة لأنه بتناسبنا كرمال التنقل والطلعة والنزلة على الواحد. بتقضي وقت على هالبلكون تقعد تفكر يعني بالمواقف السياسية؟ بتسابح مع نحن بنصفي مثل البدو الرحل، بنبطل من محل لمحل، لذلك بنفكر فيها نحن وقاعدين بالجرد ونحن وعلى البلكون ونحن بالبيت نحن وبنأكل. ما فيش عندي النوع هذا من الهدوء بطريقة التصرف، ولكن أوقات كتير بقعد طبعا. قد ايه بعد فيك، يعني الكلمة مضبوطة، قد ايه بعد فيك شخص ابن جرد؟ يعني القيم اللي بيحملها ابن جرد تختلف شوي عن اللي بيكون ابن مدينة، او بيبقى عنده أصالة بمواقفه، عناد اوقات، ثبات على اشياء بتخوف الاخرين. قد ايه بعد فيك ريفي وجردي؟ معش ما في الا ريفي وجردي، ما في الا ريفي وجردي، وبالتالي يعني صمدنا تمام أمام كل هالقيم هيدي. زواج الرئيس إلي الفرزلي جاء مبكرا، تدبير؟ لأنه أنا تجوزت ابن 23-22 سنة، أنا حبيت زوجتي، هي اسمها أولغا سكيف من بيت سكيف من زحلي، وبنت عائلة كريمة، وأنا حبيتها على المستوى الشخصي يعني، وبالتالي ذهبت باتجاه طلب إيدها، وأهلي ساعدوني يعني، أولا أنه هي سيدي جيدي وأهلها جميعا محترمين وعائلي زحلوية فيها كل تقاليد زحلي المحببة، وبالتالي ما كان في تدبير عائلي، لا كان قرار ذاتي صرف 100%، مع انه ولد يعني ابن 22 سنة 23 سنة بعدني مخلص حقوق كنت، وبالتالي بس الاهل يعني كتر خيرهم كانوا مسهلين لهذه المهمة، سواء اهله او اهلي، لانه كمان كان في احترام العائلتين لبعضهما البعض والتقدير، يعني اعتبروا انه الامور لقت بعض البعض بصوره طبيعيه الظاهر، دفعوا الامور بهالاتجاه وافقوا. وبموضوع الاولاد؟ ما عندي اولاد، وهذا الامر حقيقه
لم يؤثر قيد أنملي على أي شيء إطلاقا، سوى أنه ما في أولاد، وهذا أمر الإرادة الإلهية، وبالتالي نحن مؤمنين ونرضخ له ونقبله. في بعض الناس بيفكروا بالتبني، في بعض الناس بيفكروا بالخيارات. ما فيش أنا بالسياسة بتبني الناس كلها، أنا كل ولد من ولاد الناس أهلي، أنا إذا قدرت خدمت أبناء العالم كأني أبي أخدم ولدي. والتوريث السياسي في المتعارف عليه، الأب يورث اسمه ويمكن صفاته ومركزه لابنه. أريد أن أخبرك شيء مهم، لو كان عندي ولد ولو كان راغب في تعاطي بالسياسي لما ورثته، لأنه ما في سياسي بعد بلبنان، ده الموضوع، the game is over. الشيء اللي بتمنى أنا لابني أن يعيش مناخات أخرى مثل ما تمنى لك والدك، مثل ما تمنى لي والدك. وتبين لي وطلعت بالنتيجة الثالثة، إنه انطلقي من مبدأ إنه أجهل أب لو عايش في الجبال هملايا القوقاز مش واصل على المدنية، مش دائس على طريق. كمية الحب تبعه لابنه هي بتشكل البوصلة الصادقة اللي بتعرف مصلحة ابنه وين. بالفطرة، بالفطرة، بدون أي شعل. لذلك البي بس يقول له لابنه اعمل شيء، فأنا أنصح كل الأبناء أن يلتزموا بنصيحة الله. فكر الأستاذ فرزلي يأرخ تجربته في كتاب. في بلشت بدأ بتجربة بمحاولة، وكانت إحدى الصحفيات هي اللي قام تتولى أمر الجلسات معي، وعملت لي شي 30 ساعة حكي معها، خبرت شيء وفي شيء ما خبرت إياه، وصرت ماطل لشوف الظرف إذا بده يسمح لي خبر إياه لينكتب أو ما يسمح لي، وبالتالي أتمنى ذلك، أبشوف كيف الأمور عم تتطور. ولكن أنا في عندي خطأ إني فوضوي، إنه أنا في مراحل إشتا جدا مهمة كنت بموقع المطلع على كل تفاصيله، قل الذين يعرفون تفاصيله، ولكنني ما دونت، كنت لازم أعمل يومياتي، حط تواريخة وساعاتها وذاكرتي جاهزة وحية، كنت قادر طورها، لسوء الحظ ما عملتها. وهون بنصح كل واحد عنده نية في المستقبل يعمل مذكرات أن يدون يوميا ما يجري معه. بده 5 دقائق بالنهار، 5 بيكتبون، نص صفحة، ربع صفحة، تلت سطور، صفحة، يكتبون، لأنه بشكله بعدين مخزون جدا مهم لكتابة هذا التاريخ. على كل حال إن شاء الله. شو رسالة دولة الرئيس إلي الفرزلي لناس وجوه وقصص؟ أنا أقول أن حال أمتنا في حالة مريضة، فشل الجيل الذي استلم هذه الأمة بأن تكون هذه الأمة حيث تستحق أن تكون بين الأمم. هذا الجيل هو مسؤول على إعادة إنتاج واقع الأمة. أنا اللي أتمنى إنه يخوضوا معركة القيم، إعادة إنتاج المعايير والقيم التي تحدد مكانة البشر، ويجب إسقاط القيم المادية التي سيطرت وألغت كل ما عداها وجعلت هذا المجتمع مزوراً في قيمه وتقاليده وأعرافه وأخلاقه ومعاييره. يجب أن يعيدوا
للقيم والمعايير مكانتها الطبيعية. هذا مسؤوليته اللي احنا فشلنا. لاستفساراتكم الآن تلفزيون بي أو بوكس 500-765 دبي ميديا سيتي دبي الإمارات العربية المتحدة أو wq@alan.tv.